أماه قد أزف الرحيل فهيئي كفن الردى، أماه إني ذاهب للموت لن أتردد. بيت شعري قيل في حق الشهداء وهم يتأهبون لخوض المعركة، واليوم يصلح لكي يردد قبل الذهاب للميدان لمتابعة لقاء كروي. جحافل من الجماهير تعقد العزم على الرحيل صوب الملعب لمساندة ومؤازرة فريقها المفضل، ومنهم من يعود بكفن لأسرته بعد أن اغتالته أيادي الشغب الآثمة، أيادي لا تبقي ولا تذر، وتنشر السم في مدرجات اعتادت رسم الابتسام للدموع. بعد أن دخلت البطولة الوطنية عالم الاحتراف، انتظر الجميع أن يصيب هذا المشروع بعدواه كل الفاعلين في عالم الساحرة المستديرة من لاعبين ومدربين ومسيرين وجماهير، ولكن لعنة الهواية على ما يبدو أقوى وأشد. مقدمة فيها الكثير من الإطالة، ولكنها ضرورية لجيل يحلم بغد مشرق، جيل ينبذ العنف وينأى عنه متحليا بأخلاق الآباء والأجداد، جيل لا يحمل معه السيوف والسكاكين ليحول الملاعب لمقابر، جيل لا يعيث فسادا في الملك العام ويجعل المدرجات ساحة للمعارك لا للتنافس في التشجيع والتأييد، جيل نحلم بأن يساهم في رفعة الكرة الوطنية لا في تخلفها وعودتها لزمن الهواية. قمة الوداد والجيش الملكي ليست بتلك القمة التي ستكشف هوية بطل البطولة، مباراة عادية بين فريقين شقيقين تبخرت آمالهم بشكل كبير في لقب محلي ومنذ مدة. المشهد الأول، جماهير تحاول الدخول بالمجان وقوات الأمن تمنعهم من ذلك. المشهد الثاني، مدرجات جل من فيها من القاصرين تتحول لمركز يطلق منه الحجارة وما وصلت إليه الأيادي على الملعب وعلى رجال الأمن. المشهد الثالث، إنزال أمني في المدرجات ومواجهات تخلف إصابات في صفوف الجماهير وقوات الأمن. مشاهد خلفت نتائج كارثية، إصابات واعتقالات وخسائر مادية بعشرات الملايين، وآخر الأنباء تفيد بوفاة حمزة البقالي أحد أنصار وداد الأمة. والسؤال المركزي، من المستفيد؟ من سيقدم المبررات لأسرة الفقيد؟ من سيعيد الثقة للجماهير التي ألفت الحل والترحال مع فريقها والمساندة من المدرجات؟ من سينهي سيبة تتكرر من وقت لآخر في الملاعب الوطنية؟ من سيقين شر آفة أخذت روح يوسف المعطاوي وأرواح آخرين قتلهم عشق الكورة؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات شافية، فالمشكلة لا تقتصر على ما حدث في البيضاء، لأن من يصنع الشغب صنع لنفسه رقعة جغرافية بلا حدود، لها بداية وليس لها نهاية، وهنا تكمن الخطورة. فإذا كان أساس الأزمة اجتماعي فلنبحث له عن حل، وإذا كان مترسخا في عقلية أمنية لا تحسن التعامل مع المراهقين من المشجعين فهذه معضلة أخرى تحتاج هي الأخرى لحل، أما إذا كان في قوانين تعجز عن الردع فهذه قصة أخرى. وبين الاجتماعي والأمني والقانوني خراب، دمار ورحيل لأبرياء لا ذنب لهم سوى عشق وإدمان على أفيون الشعوب كرة القدم.